طبعا واخدين بالكم من العك اللي بيحصل في السوق، وان معظم الشركات اللي احنا كنا متخيلين ان هم بيقدموا لك اكتر قيمه مقابل سعر ابتدوا يتراجعوا ويسحبوا نفسهم واحده واحده. شاومي كل فين وفين بتنزل لك موبايل، ريلمي كل 3000 سنه مره بتنزل لك موبايل، ولكن سامسونج ابتدت تلعب لعبه صايعه شويه. سامسونج ابتدت ان هي في عائله الاي الاصدار الجديد ابتدت ان هي تقدم لك اكتر قيمه تتخيلها مقابل السعر اللي انت بتدفعه، وهذا ما لم نعهد به من قبل. سامسونج بدات الموضوع ده مع الاي 52 اس، ابتدت تعك شويه مع الاي 53، ولكن مع عائله الاي الجديده بقى الاي 54 والاي 24، ارقام الاربعه دي دايما ارقام مميزه. والموبايل اللي معايا النهارده هو موبايل مميز جدا، وهو السامسونج جالاكسي اي 24. الموبايل ده فعلا قدم لي صفقه ممتازه جدا، وبقالي شويه بجربه، وممكن يكون الفيديو ده من اول التجارب العربيه والمصريه بالذات للاي 24. فقبل الفيديو بتاعنا انزل تحت الفيديو اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. تعالوا اقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني في الاي 24، ليه بجد الموبايل ده ممكن يكون افضل موبايل اقتصادي تشتريه. وعيب اقول عليه اقتصادي، هو يعني مطلع الفئه المتوسطه. 24 قيمه وسعر انت ما كنتش تتخيلهم في 2023 بعد الازمات وارتفاع الاسعار الاخير. في البدايه الموبايل طلع عيني عشان اعرف اصوره. التصميم بتاعه على قد ما هو بلاستيكي بالكامل، ولكن مدي لك احساس الازاز. الظهر بتاع الموبايل يعني بيدي لك الاحساس والملمس بتاع الازاز بالصياعه جدا من سامسونج، ولكن في نفس الوقت هو بلاستيك، فما تقلقش الموبايل لو وقع منك لا قدر الله ان هو ياخد الكسره بتاعه الازاز. ولكن اللي عاجبني قوي قوي يا جماعه ان سامسونج ابتدت تهتم بان هي ما تفصلش الفئات السعريه عن بعضها. لا، انت دلوقتي لو معاك موبايل اقتصادي فالظهر بتاعه نفس الشكل بتاع الفئه المتوسطه، والاثنين الظهر بتاعهم نفس الشكل بتاع عائله الفلاجشيب، فكل موبايلات سامسونج بقت شبه بعضها في السوق. ده ممكن يضايق الفئه الارستقراطيه اللي معاها عائله الفلاجشيب او عائله الاس، ولكن لو معاك موبايل من عائله الاقتصادي او متوسط فهتبقى نفس الشكل تقريبا. ولكن اللي يفرق معاك هو الجهه الاماميه. للاسف ان الموبايل على قد ما الكاميرات من ورا شكلها شيك والبلوز بتاعها قليل، الجهه الاماميه بتيجي بتصميم قديم شويتين ثلاثه. الجهه الاماميه بتيجي بتصميم من 2019 مثلا بحواف تخينه، مش هقدر اقول لك يعني تخينه سيكه، لا هي فعلا حواف كبيره جدا، وعندك الووتر دروب نوتش. معظم الموبايلات الاقتصاديه دلوقتي بتجي لك بالووتر دروب نوتش والكلام ده كله، ولكن في شركات عشان ما نغمش عينينا عن الحقيقه بتجي لك بتصميمات اشيك. ريلمي بتقدم لك موبايلات بتصميمات اشيك واستحواذ اكتر، وشاومي بتدي لك تصميم كويس في النوت 12. ف الاي 24 بيجي التصميم قديم شويه، ولكن سعره يشفع له. سعر الموبايل ده في السوق دلوقتي بنتكلم في رينج 7500 جنيه، فسعره يعتبر لقطه مقابل المنافسين اللي بيجوا باسعار اغلى. واول حاجه هتنبهر بيها في الموبايل ده هي الشاشه. شاشه الموبايل ده بتيجي من نوع سوبر اموليد، بيوصل الريفرش ريت بتاعها ل 90 هرتز، وسطوعها بيوصل ل 1000 نتس. وهنا اقدر اقول لك ان دي افضل شاشه ممكن تاخدها في موبايل اقتصادي حتى الان. سامسونج بتعلي على نفسها وبتعلم على كل الموبايلات اللي في نفس الفئه السعريه. فشاشه الموبايل هنا احسن من موجوده في النوت 12، احسن موجوده في موبايلات ريلم اللي بتنافس دلوقتي نفس الفئه السعريه اللي هي كلها اصلا اي بي اس ال سي دي، واحسن من منافسين من الشركات الثانيه. فبجانب الشاشه السوبر اموليد الفول اتش دي بلس 90 هرتز، انت واخد حاجه عجباني جدا جدا، وهي ان سامسونج ما حطلكش بصمه تحت الشاشه الحمد لله في الموبايل ده، حاطط لك بصمه في الزرار الباور. هي سريعه ولكن بتاخد وقت، انت لما تقفل الموبايل لو جيت فتحته على طول في جزء من الثانيه وراها الموبايل هيطول. لا، هو الموبايل محتاج ثانيه وبعد كده تجرب تفتح الموبايل، مش عارف ده للامان ولا هو، ولكن البصمه في حد ذاتها سريعه ودقيقه جدا، ومكانها كان محتاج ينزل لتحت سيكه لان مكانها فوق وقريب من زرار الباور، والملمس بتاعها نفس ملمس الاطار وفي نفس السمك يعني في نفس الارتفاع بتاعه، يعني مش محفوره لجوه او مش واخده شكل مميز. وقبل ما ننقل للنقطه اللي بعد كده لان هشارك فيها تجربه الاداء معاكم، الموبايل اللي معايا هو النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا بايت رام، وشايفهم كافيين ووافيين جدا 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 مع السعر بتاع الموبايل. سامسونج في الموبايل ده ما بخلتش باي حاجه في السوفت وير. اول ما تطلع الموبايل من العلبه هتلاقيه بواجهه الوان يو اي 5.1 على واجهه اندرويد 13 او تحديث اندرويد 13، وبالتالي انت عندك احدث واجهه موجوده في السوق لسامسونج واحدث اصدار اندرويد موجود في السوق، ودي حاجه تشكر عليها سامسونج جدا. ولو انت واحد بتحب تشتري اونلاين كتير، او لو بتشتري اونلاين كتير من غير ما تحب تشتري اونلاين كتير، فيعني في اكواد خصومات انا بقدمها لك، بتدي لك خصومات بتوصل لحد 10%، وبتدي لك شحن مجاني على اي حاجه تشتريها، مش لازم موبايلات بس ولا حاجات تقنيه بس، اي حاجه تشتريها من على نون الاكواد دي تدي لك خصم محترم وشحن مجاني، وكمان هتدعمني يعني عشان تبقى عارف الاكواد دي بتعمل ايه بالظبط. فالاكواد في الديسكربشن وظهر قدامك على الشاشه، وانت نازل بقى بس تعمل لايك وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل زر الجرس، وده بيظهر لك لما بتعمل سبسكرايب، فانساش تعمل التلاته. وتعالى نكمل الفيديو بتاعنا. جنب بقى المميزات الحلوه في شويه تضحيات. سامسونج في الموبايل ده كعادتها خلاص يعني حاجه نتعود عليها، ان سامسونج مش هتحط لك شاحن في العلبه.
انسى بقى الشاحن اللي في العلبه، اخرك الكابل، وكمان مفيش جراب، فالعلبه بتاعت الموبايل شبه فاضيه، فانت عامل حسابك على 500 600 جنيه كمان، او ممكن توصل 1000 جنيه كمان اكسسوارز تجيبها مع الموبايل. ميزه كمان ايجابيه في الموبايل هي جزئيه البطاريه، بطاريه 5000 ملي امبير مع دعم للشحن السريع بقدره 20 واط. وهنا بقول دعم عشان لسه قايل لكم من دقيقه ان الموبايل ما بيجيش معاه شاحن في العلبه، فتضطر تشتري الشاحن. وكمان الموبايل ما بيجيش عليه سكرين بروتكتور او يعني حمايه على الشاشه، فبالتالي انت محتاج انت تجيب سكرين بروتكتور او سكرينه على شاشه الموبايل، فهتدفع مبلغ كمان. بالنسبه بقى لتجربه الاداء، واللي هي كانت مبهره جدا بالنسبه لي على موبايل اقتصادي، دي احسن تجربه واسلس تجربه لموبايل انا جربته تحت ال 10000 جنيه، وانا هنا اجزم بالنقطه دي. الموبايل هنا بيجي بمعالج الهيليو جي 99 ال 6 نانومتر، واللي بيقدم تجربه ممتازه جدا سواء في الاستخدام الطبيعي والتصفح وانك تقلب في الموبايل، اضافه الى تجربه الجيمنج. الموبايل هنا بيقدر يوصل معاك مستريح ل 40 فريم في لعبه زي ببجي في موبايل اقتصادي بالسعر ده، حاجه انا كنت مستنيها من شركات تانية مش من سامسونج الصراحة، ولكن سامسونج هي اللي عملت ده. سامسونج بتقدم سلاسة مش طبيعية في الواجهة، الموبايل اوبتمايزد بشكل جامد جدا جدا مع المعالج، المعالج نفسه ما بيسخنش وبيقدم لك تجربة بطارية كويسة بسبب دقة التصنيع بتاعته، عكس ما تعودنا من ميديا تك في الموبايلات الاقتصادية. لا، انت عندك هنا معالج 6 نانومتر مع بطارية 5000 ملي امبير، تاخد تجربة بطارية ممتازة. نسيبنا بقى من الأداء ونروح نتكلم على الكاميرات شوية، واللي قدمت لي تجربة ممتازة جدا في الموبايل ده. ليه عمال أقول ممتازة ممتازة ممتازة؟ لأن العيب الوحيد اللي في الموبايل، أو في عيبين، منهم الديزاين بتاع الشاشة، ومنهم عيب كمان هتكلم عليه بعد نقطة الكاميرات، فركزوا معايا. نقطة الكاميرات هنا مش عيب في الموبايل، ولكن يعني الهاردوير بتاع الكاميرات حاسس إن هو جامد قوي، ولكن السوفت وير مش قادر يستفيد من الهاردوير بتاع الكاميرات بسبب المعالج. الموبايل ده بيجيب كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل او اي اس اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، ثبات حقيقي، تجربه كويسه جدا، ولكن الموبايل ما بيصورش 4K بسبب المعالج. المعالج هنا اخره 1080 سواء في الكاميرا الاساسيه او الكاميرا الخلفيه. عندك كاميرتين تانيين، واحده 5 ميجا بكسل الترا وايد، وعندك كاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل عشان تصور بيها ماكرو. ولكن في النهايه اعتمادك الاساسي في الاضاءات الصعبه هيكون على الكاميرا الاساسيه اللي قدمت لك تجربه كويسه مع النايت مود، ولكن الكاميرا الالترا وايد صور بها وانت اوت دور بس في اضاءه الشمس، ما تعتمدش عليها في اي اضاءه ضعيفه. بالنسبه للكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل بتأدي الغرض، يعني كاميرا كويسه، معالجه سامسونج محترمه، تفاصيل كويسه، ولكن كاميرا بتأدي الغرض زي ما قلت لكم في الاول وفي الاخر. ده موبايل اقتصادي فمش هيدي لك كل حاجه، ولكن هو متميز حتى الان. العيب بقى اللي انا لقيته في الموبايل، او تاني عيب في الموبايل، هو السماعات. سماعات الموبايل هنا هي مونو مش ستيريو، مع ان في موبايلات ارخص تجيب سماعات ستيريو، ولكن سامسونج قررت تحتفظ بالسماعات الستيريو للموبايلات الاغلى من عائله الاي زي الاي 54. فهنا الموبايل بيجيب سماعه مونو صوتها نقي وعالي وافضل بكتير جدا من كل السماعات المونو اللي موجوده في نفس رينج السعر وكمان اغلى، ولكن كنت اتمنى تجربه سماعات ستيريو، كانت تفرق جدا جدا مع تجربه الموبايل ده. ففي النهايه وتلخيصا لكل الكلام اللي قلته، وتلخيصا لتجربه الاي 24 اللي شايفه افضل موبايل اقتصادي في النص الاول من 2023 حتى الان، لحد ما نشوف بقى الشركات هتعمل ايه. الموبايل ده بيقدم تجربه ممتازه جدا، يعيبه حاجتين، هو التصميم القديم للجهه الاماميه والووتر دروب نوتش والاستحواذ القليل، الحواف التخينه جدا، فدي نقطه لازم نتكلم عليها. وتاني نقطه وهي ان الموبايل بيجيب سماعه مونو، لو انت تغاضيت عن النقطتين قبل انك تاخد شاشه السوبر اموليد والاداء الممتاز والتجربه الممتازه، فالموبايل ده هيكون مناسب جدا ليك. حاجه كمان لازم اقول لك عليها، وهي لقيتها مكتوبه على علبه الموبايل، واول مره اشوفها الصراحه مكتوبه على علبه موبايل. سامسونج بتقول لك بخصوص اجهزه الموبايل والتابلت، يتم توفير قطع الغيار مجانا خلال فتره الضمان طبقا لشروط واحكام شهاده الضمان. لازم تقراها كويس، ان سامسونج مركزه قوي في الكلام اللي بيتقال. وكما تتوفر قطع الغيار بالتكلفه بعد انتهاء فتره الضمان ولمده سنتين. سامسونج بتقول لك الجهاز ده لو حصل فيه اي حاجه قطع الغيار بتاعته عندي وقطع الصيانه بتاعته عندي لمده سنتين بس، ما تسالش سامسونج على اي حاجه بعد سنتين. وحركه غريبه شويه، ولكن سامسونج بتامن نفسها ضد الظروف، فتبقى عارف الموبايل ده اخره معاك سنتين، لو لا قدر الله حصل له اي حاجه سامسونج غير مسؤوله نهائيا عن الموبايل. حركه غريبه، سامسونج بتامن نفسها، تبقى عارف النقطه دي عشان هي مكتوبه بخط صغير كده في ورقه ورا، محدش بيقرا اللي موجود على العلبه، ولكن قلت اقول لكم يعني من اخدت بالي منها، ومش اي حد برضه يقول لك على النقطه دي. وبس كده، دي كانت كل حاجه. فيديو عجبك اعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وبس كده. كان معاكم عبد الرحمن هواري في فيديو حصري جديد، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.